ولذلك كل دعوة تهون وتبعد الناس عن التوحيد دعوة باطلة مبتورة من مبتدئها. وإن من يقول إن دعوة التوحيد تفرق الأمة فلا بورك في أمة تجتمع من غير أن تعرف وأن توحد ربها. نعم. ولو كان الأمر كذلك ثم يستدل عليك بقول لكم دينكم ولي إيش؟ ولي دين. نقول لا تستدل بذلك. لماذا؟ استدل بأول السورة. الله ماذا قال؟ قال قل يا سماهم إيش؟ سماهم كافرون. عشان كده يطلع لك واحد يقول لك يا أخي لكم دينكم ولي دين، يقول لي يا ابني مو هي كده حبيبي، هذا ليس اختيارا، هذا إخبارا، لأن ربنا قد سماهم في أول السورة إيش؟ كافرون. وضحت يا مشايخ؟ وأنا أنصحكم يا أحبابي، أي إنسان يلقي عليكم شبهة من آية من القرآن لا تتعامل معه بأسلوب فويل للمصلين، اجلس وهات المصحف واقرأ الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها ليستقيم لك ماذا المعنى. أغلب من تجد تنصحهم يعني مثلا يعني إنسان يكون في بيئة من مع الناس، ومثلا يعني كما يقول بعض الفضلاء معهم إنسان يشرب حشيش وما يصبش في رمضان ويحشش في نهار رمضان، هذا كيف تتعامل معه؟ نعم، تعامل معه أولا بنصحه وتوجيهه وإرشاده ودلالته على طريق الخير والبر والبركة. مرة اثنتين ثلاثا لم يفعل ولم يحسن معه، إذن إن بقيت معه في نفس المكان الذي فيه المعصية فأنت مشارك وأنت مثله. ودليل ذلك آيتان في سورة النساء وفي سورة الأنعام، قال ربنا عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يسأل السائل الكريم يقول كيف يعني هو ما بيستهزأش؟ نقول حبيب الغالي الاستهزاء بالقول والفعل والاعتقاد، والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا مش يحشش يعني، يا ريت أنه هو الله يعافينا وإياكم ليته أنه أفطر على حلال لهان الأمر، بل هو أتى بظلمات بعضها فوق بعض، أفطر وانتهك حرمة الشهر، وأفطر على ماذا؟ على شيء حرمه الله تبارك تبارك وتعالى. لو أفطر على ما أباحه الله لكان فعله خطأ، لأنه قد انتهك ماذا؟ انتهك شهر الله عز وجل الذي كتب فيه الصيام، والذي صفدت فيه مردة الشياطين، وفتحت فيه أبواب الجنان، وغلقت فيه أبواب النيران، ومنادي ينادي يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا محشش يا اللي بتعمل الهواي الأقصر وقف الآن، إن لم تتب الآن أنا وأنت متى نتوب؟ ولذلك لما تأتي في ذلك الحديث العجيب الذي رواه الإمام ابن ماجة ورواه الإمام أحمد وذكره المنذر في الترغيب والترهيب من رواية من؟ من رواية أبي ذر، من رواية ابن عمر، من رواية جابر بن عبد الله، ومن رواية مالك بن الحويرث، ومن رواية أنس بن مالك، ومن رواية عمار بن ياسر، ومن رواية عبد الله بن عباس رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين قال قلت آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. رمضان يأتيك شهر الغفران شهر التوبة وأنت مصر أن تبارز الله بالمعاصي. قال الإمام المناوي في فيض القدير، اسمع لها الكلام، قال وإن نفسا ما استطاع أن يكبح جماح شهواتها شهرا في سنة حق لها أن ترغم أنفها. شهر في سنة مش قادر تمسك نفسك؟ الحمد لله عفنا ابتلى به كثيرا من خلقه، فتبحث معه بهذه الطرق التي ذكرتها، ثم تزجره بالهجر، ثم بعد ذلك تبلغ عنه الجهات الرسمية حتى يقوم بتأديبه وتعزيره وإقامة ما يرونه مناسبا في حقه، فلعله بطول حبسه ينصلح حاله.